من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صدق الله العلي العظيم. القضايا الكبيرة لا تكون كبيرة إلا إذا اجتمعت أمور عديدة كبيرة فيها حتى تصبح قضية كبيرة. القضية الكبرى التي صرح النبي صلى الله عليه وآله بأنها القضية الكبرى في التاريخ، حيث قال: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. هذه الكلمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله، وقالها الإمام المجتبى، وشبيه هذه العبارة قالها الإمام زين العابدين، قال: لا يوم كيوم الحسين. لا يوم هي القضية الكبرى. فاجعة مثل هذه الفاجعة ما حصلت ولن تحصل. مثل هذه المصيبة الكبرى لماذا تحملها الإمام سيد الشهداء؟ ماذا كان الهدف من هذه القضية الكبرى؟ في زيارة الأربعين، هناك زيارة مختصرة تقرأ في يوم الأربعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا والمؤمنين. في هذه الزيارة الجميلة الرائعة، رغم قصرها واختصارها، نقرأ هذه العبارة. الزيارة مروية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه. الإمام يخاطب الله سبحانه وتعالى ويتحدث عن جده سيد الشهداء، يقول: وبذل يا الله الإمام الحسين جدي، بذل مهجته فيك. لماذا؟ ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. السبب، العلة في كلمة فيك، بذل مهجته فيك، العمل الذي يكون في سبيل الله.
سيد الشهداء صلوات الله عليه بذل مهجته في سبيل الله؟ لا، شيء أرقى من ذلك، بذل مهجته في الله. هذا السبب، هذه العلة. سيد الشهداء تحمل ذلك الشيء الذي لا يتحمل، ذلك الشيء الذي ملائكة السماء رأته ما تحملت، رأته. ملائكة السماء التي كانت تعرف من هو سيد الشهداء وتعرف عظمة الإمام الحسين، تعجبت من صبر الحسين. الملائكة تعرف سيد الشهداء عظيم في كل شيء، صبره عظيم. في عاشوراء حدث شيء الملائكة ما كانت تتوقع أن الإمام الحسين يصبر في هكذا شيء. لماذا كل ذلك؟ فيك. هذا المقطع الأول أتذكر لعله قبل أكثر من سنة أو سنتين تحدثنا عنه، بذل مهجته فيك. بقية العبارة: ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. ثلاث وقفات سريعة في هذه العبارة. أولا، ليستنقذ، هذا لا أريد أن أدخل في شرح الفرق بين العلة والداعي، هذا لعله يكون حسب تعبير العلماء هو الداعي. العلة هي فيك، الداعي لهذه العلة ليستنقذ. هناك ثلاث وقفات في هذه العبارة. أولا، لماذا تحمل؟ لماذا بذل مهجته فيك؟ ليستنقذ. مرة شخص على وشك أن يقع في خطأ صغير، أو هو واقع في خطأ صغير، أنت أخذت يده أخرجته من هذا الخطأ الصغير، هذا لا يقال له إنقاذ. الإنقاذ، هذه المادة تستعمل في الأخطار والأخطاء الكبيرة. شخص على وشك هلاك، تأخذ يده تبعده عن الهلاك، أنت أنقذته. ثم الكلمة ليست لينقذ، الكلمة ليستنقذ. زيادة المباني تدل على زيادة المعاني. لعله هنا معناه أن هذا الإنقاذ إنقاذ صعب، ولكن سيد الشهداء كان هدفه هذا بعنوان الداعي. ليستنقذ يعني إنقاذ بصعوبة، لا بأس، هو يريد أن ينقذ. الكلمة الثانية بسرعة حتى نصل إلى شيء يرتبط بنا. ليستنقذ من؟ شيعته، المسلمين؟ لا، ليستنقذ عبادك. الجمع المضاف، العلماء يذكرون هذا الشيء، الجمع المضاف يدل على العموم. عبادك يعني ماذا؟ يعني كل عبادك. هدفه سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام أن ينقذ وأن يستنقذ كل عبادك يا الله. معنى عبادك هذا عباد جمع أضيف إلى الكاف،
الضمير راجع إلى الله سبحانه وتعالى، يعني كل عبادك. أسألكم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه هكذا ينوي شيئا من دون وجود أسس فيه؟ مستحيل، حاشاه. يعني ماذا؟ يعني قضية سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه كانت ولا زالت لها قابلية أن تنقذ كل عباد الله. الله صل على محمد. هو هدفه أن ينقذ كل العباد، وهذا الهدف يتبين من هذا العمل كان ممكن الوصول إلى هذا الهدف. نعم، فئة من الناس هم يغلقون باب الإنقاذ على أنفسهم، هذا هو أغلق. المقتضي موجود، شخص هو يريد أن يعاند، هذا شأنه، هو أغلق. الشمس تشرق، أنت افتح النافذة ترى الشمس، نور الشمس يصيبك، الآثار الإيجابية للشمس تشملك. شخص هو لا يريد أن يرى الشمس، هذا شأنه، الشمس لها القابلية. قضية سيد الشهداء حسب تعبير الإمام الصادق بذل مهجته فيك، بذل، استرخص سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، أعز شيء في الوجود مهجة الحسين صلوات الله عليه، أعز شيء في الوجود كانت، هذا الشيء بذله فيك يا الله ليستنقذ عبادك كل العباد. والقضية لها هذه القابلية، الإمام الحسين بذل مهجته، هذا شيء سهل؟ هذا شيء جدا عظيم، له قابلية أن ينقذ كل العباد. ليستنقذ عبادك من ماذا؟ من أهم خطرين، من الجهالة وحيرة الضلالة. فرق بين الجهل والجهالة. الجهل الشخص الذي لا يعلم، أنا الآن لا أعلم ماذا يوجد وراء هذا الجدار، هذا يسمى جهلا، ما عندي علم. الجهالة ليست الجهل، الجهالة السفاهة، الجهالة الانحراف. الجهالة ليس معناها أن الشخص لا يعلم، قد يعلم. في الآية المباركة المشهورة في القضية المشهورة، أن تصيبوا قوما بجهالة، اللي بدون تحقيق يعمل شيئا، هذا يصيب قوما بجهالة، بسفاهة، انحراف عن العقل. الجهالة الانحراف، وحيرة الضلالة، الشخص الضايع. هذه الكلمات الثلاث في هذا المقطع بسرعة وباختصار. هذا لا أريد أن أقول هذا هو السبب، أؤكد السبب في هذه التضحية لسيد الشهداء هو كلمة فيك، لا ننسى، هذا هو الداعي ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. هذا الهدف، خلينا نسميه هدف داعي، الهدف العظيم لأكبر حدث في التاريخ بتصحيح النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم الصلاة والسلام. هذا الهدف سيد الشهداء صلوات الله عليه تحمل العبء الأكبر في هذا الهدف. كل المصائب نزلت على من؟ على سيد الشهداء.
هو تحمل العبء الأكبر في هذه القضية، ولكن التكليف ينتقل إلى فرد فرد من البشر حتى غير المسلمين، بل ينتقل حسب عموم وإطلاق العبارة الشريفة ينتقل حتى على غير البشر. ما هي العبارة؟ الله سبحانه وتعالى في زيارة أخرى ضم الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول ضمنا، جعل ضمانا، الله جعل ضمانا، ضمن الأرض ومن عليها دمك وثارك يا أبا عبد الله. الإمام الصادق يخاطب الإمام الحسين يقول ضمن الله عز وجل ضمن الأرض ومن عليها دمك وثارك يا أبا عبد الله. ضمان كل شخص يعيش على وجه الكرة الأرضية، إنسان، جن، بالإضافة إلى الأرض، الأرض ومن عليها ضمان. دم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ضمان. فالبشر قاطعا كلهم، هذا الهدف السامي اللي سيد الشهداء صلوات الله عليه كان هذا الهدف هو الداعي له إلى هذه التضحية الكبيرة، جزء من هذا الهدف علينا واحدا واحدا. تحقيق هذا الهدف السامي للقضية الكبرى. أنا أذكر لكم نقطتين سريعتين فقط. النقطة الأولى حفظ هذه التضحية، أنا أسميها تضحية، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يعبر عنها بأنها بذل من قبل سيد الشهداء بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، بذل كانت، استرخاص، تضحية. هذه التضحية، هذه الفاجعة الكبرى الإنسان يحافظ عليها، يحافظ على حرارتها مرارا تكرارا، ذكرنا لا يحتاج إلى ذكر لوضوحه، القضية ليس أنا وأمثالي حافظون لهذه القضية، ولكن الله حافظ قضية سيد الشهداء، ولكن أنا علي أن أحافظ على هذه التضحية على حرارتها. وأفضل ما يحافظ على هذه التضحية وعلى حرارتها الشعائر الحسينية. كلما كانت الشعيرة أشد، كلما كانت الشعيرة بصخب بحرارة أكثر، حفاظها على قضية سيد الشهداء أكبر. البكاء العادي له تأثير في الحفظ لهذه القضية، البكاء الشديد تأثيره أكبر، اللطم على الوجه تأثيره أكبر، التطبير تأثيره أكبر. كل ما كان العمل أكبر أشد، حفاظه على هذه القضية، الحفاظ الظاهري خلينا نسميه، ولا الله هو الحافظ، الحفاظ على هذه القضية، هذا أولا، لأن هذه القضية لها قابلية إنقاذ كل العباد. إخواني بين قوسين أقول شيء، سيد الإمام صاحب الأمر أرواح العالمين له الفداء، الإمام يأتي بماذا؟ أليس يأتي لإصلاح كل شيء، لبسط العدالة في الأرض كلها؟ في الأرض كلها حسب الروايات الشريفة الواضحة، يعني في الأرض كلها، يعني كلها، يعني لا يوجد شبر في شبر بدون عدالة على وجه الكرة الأرضية، هذا معنى. يملأ النبي صلى الله عليه وآله أفصح الخلق، يقول يملأ الأرض قسطا وعدلا،
يملأ ملأ، يعني لا يوجد شبر في شبر بدون عدالة. الإمام صاحب الأمر أرواحنا فداء، الذي يريد أن يبسط العدالة في كل الأرض، شعاره ما هو؟ يا لثارات الحسين. حتى نعرف أنه ليستنقذ عبادك. قضية سيد الشهداء لها قابلية، قابلية أن تنقذ كل العباد. المشكلة أننا البشر أقول ما أدوا واجبهم في تكميل الاستفادة من قضية سيد الشهداء صلوات الله عليه، وإلا القضية لها قابلية. أولا الحفاظ على حرارة عاشوراء، ثانيا إخواني الشخص تريد أن تنقذه من الجهالة وحيرة الضلالة فقط وفقط أوصله إلى سيد الشهداء بمقدار ما تكون له قابلية ينقذ. طبعا قابليات الناس مختلفة، أنا علي أن أوصل الناس إلى هذه القضية، أن أوصل الناس إلى هذا المولى صلوات الله عليه، أوصلته قضية عاشوراء، اسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ينقذ. الشخص له قابلية 1%، بنسبة 1% ينقذ، يتخلص من الانحراف، من الجهالة، من حيرة الضلالة. له قابلية 50%، 50% يهتدي. له قابلية 100%، يهتدي. تريد أن تنقذ شيئاً، الطريق هذا، خذ يد الشخص أوصله إلى سيد الشهداء. الشخص منحرف عقائدياً، أوصله عقائدياً إلى سيد الشهداء. الشخص ليس منحرفاً عقائدياً، على الجادة عقائدياً، منحرف عملياً، تريد أن تنقذه، أوصله عملياً إلى سيد الشهداء. عنده علاقة مع سيد الشهداء، وثق علاقته، ابنك، أخوك، عمك، خالك، صديقك، أي شخص. كثير من الناس هم على الجادة والله الحمد، ولكن عندهم أخطاء كبيرة، أخطاء عملية كبيرة، تريد أن تنقذه، وثق علاقته بسيد الشهداء، وثق علاقته بعاشوراء الحسين، بمصيبة سيد الشهداء، وثق حبه لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. كلما الحب توثق صار أقوى، الانحراف يضعف، لأن هذا المصدر للإنقاذ. فسواء انحراف في الأسس أو انحراف في التوابع، لنسميه انحرافا عمليا، طريقة الإنقاذ هو سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق الإمام الحسين، ببركات وجوده، ببركات قضيته العظيمة، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد، صل على محمد وآل محمد. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم ارزقنا زيارة الحسين عاجلة، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين عاجلا وآجلا، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.